شركات ظاهرة أمام الناس ومافيات تقف خلف الكواليس، محاولات للاستحواذ على أراضي تابعة إداريا لناحية الرحالية غربي بحيرة الرزازة بمحافظة الأنبار، حيث تم التجاوز على الساتر الترابي بعمق 5 كيلومترات وبطول أكثر من 70 كيلومتر بحجة الاستثمار، فيما تؤكد النخب الأكاديمية للرشيد إنها لم تسمح بهذا التجاوز الذي يمثل استهانة للحدود المرسومة بين الأنبار والمحافظات الأخرى. هو الساتر بعمق تقريبا 5 متر وبطول 70 كيلومتر، تجاوز هذا مو قليل، يعني مساحة كلش كبيرة وشاسعة. احنا خوفنا شنو اليوم؟ خوفنا انه التجاوز على الصحراء سوف يمتد الى المدن، وبالاخير بالمحصلة ما حد راح يقدر يسولف وما حد راح يقدر يطالب بحقه. شيوخ عشائر الانبار من جانبها تتحدث عن ان المحافظة داعمة للاستثمار، ان كان استثمارا حقيقيا يصب بمصلحة الاهالي، معربين عن رفضهم القاطع لما يحدث لضم اجزاء من الانبار لكربلاء، وإنهم سيقفون السد المنيع أمام تلك الانتهاكات التي يتخذها البعض ذريعة لإثارة المشاكل على حد تعبيرهم. الاستثمار في الأراضي الحقيقية اللي هي فيها الصحراء وينطونها بدون 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 مشاكل، لكن هاي هسه القطعة الأرض اللي هم ماخذينها في الرحالية معناتها إثارة مشكلة وإثارة فتن. كل العشائر رافضة، رافضين رفض قاطع لأي تجاوز على محافظتنا وعلى أي محافظة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن محافظ الأنبار عقد اجتماعا مع الإدارة المحلية لناحية الرحالية وأوعز بإيقاف التجاوز واستعادة الأراضي المغتصبة. وتبقى الرحالية أنبارية كلمات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لمنع التجاوز الحاصل على الأراضي التابعة إداريا للأنبار والمحاذية لمحافظة كربلاء. قتادة عادل، قناة الرشيد، الأنبار.